وللمزيد من المتابعة تنضم إلينا سالي سالم مراسلة التلفزيون المصري. سالي، بعد التحية، يعني ضعينا في الصورة لديك اليوم، 5 ساعات هي مدة الجلسة الثانية لمجلس أمناء الحوار الوطني، ماذا دار خلال هذه الساعات؟ نعم، تحياتي لك يوسف ولمشاهدينا الكرام. كما ذكرت، ما يزيد عن 5 ساعات منذ الساعة 12 ظهرا وبدأت هذه الاجتماعات الفعلية لمجلس أمناء الحوار الوطني ضمن الجلسات الإجرائية التي تتم استعدادا لبدء هذا الحوار الوطني الذي دعا إليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي باحتفال الأسرة المصرية، وذلك في 26 من أبريل الماضي. لو تحدثنا عن بعض النقاط ونلخص ما دار في هذا المؤتمر الصحفي الذي تم للمنسق العام للجنة الحوار أو الحوار الوطني تحديدا، تحدث في عدد من النقاط، بدأ بما هو مدرج على جدول الأعمال في 4 نقاط رئيسية. بدأ الجلسة الخاصة بمجلس الأمناء بما يتعلق بعرض للأمانة الفنية، وهو متعلق بالمقترحات وما تم إرساله لهذه الأمانة الفنية من مقترحات وشكاوى للمواطنين متعلقة ب3 محاور رئيسية، وهو المحور السياسي والمحور الاقتصادي وأيضا الاجتماعي. 3 محاور، هناك كثير من المقترحات التي تم إرسالها للأمانة الفنية، وهي عن طريق التسجيل الإلكتروني وأيضا عن طريق الرسائل الخاصة بالواتساب. وفي هذه المحاور الثلاثة تم الاستعراض لهذه المقترحات المقدمة. النقطة الثانية وهي المتعلقة بعدد من القضايا واللجان الفرعية، وتحديدا المادة 18 وتشكيل اللجان الفرعية واللجان النوعية التي من المفترض أن تناقش 3 محاور الرئيسية المدرجة داخل هذه النقاشات. هذه اللجان الفرعية سيتم تشكيلها بناء على هذه المحاور، وتم الاستعراض فيما يخص النقاط الأربعة. النقطة الثالثة هو ما يتعلق بالمحور السياسي، وهو ما تم مناقشته في هذا اليوم تحديدا باستفاضة. وقال السيد ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، قال أن هناك كثير من الرؤى وتم الاستفاضة في هذا المحور تحديدا، وتم تبادل الرؤى بين كافة الأعضاء في هذا المجلس والبالغ عددهم 19 عضوا، وتم الوصول إلى 3 قضايا رئيسية وهي متعلقة بالمحليات، أيضا التمثيل النيابي ومباشرة الحقوق السياسية وحقوق الإنسان ومباشرة الحقوق السياسية. هؤلاء هم 3 قضايا التي تم مناقشتها في هذا المحور السياسي. وفيما يتعلق بالمحور الاقتصادي والمحور الاجتماعي، تم تشكيل لجنتين، كل لجنة مكونة من 4 أعضاء. هؤلاء الأعضاء سيكون منوطين بمناقشة المحورين، المحور الاجتماعي والمحور الاقتصادي، ويتم الخروج ببعض المؤشرات والقضايا التي سيتم عرضها من خلال هذه اللجان التي تم تشكيلها. أيضا خلال المؤتمر الصحفي ذكر السيد ضياء رشوان فيما يتعلق بمباشرة الحقوق السياسية، وثمن على القرارات وثمن المجلس على القرارات التي صدرت من الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بالعفو الرئاسي عن بعض من هم محبوسين احتياطيا على ذمة بعض القضايا، وناشد المجلس استمرار السيد الرئيس في هذه القرارات المتعلقة بالعفو الرئاسي. هذا هو ما يتعلق بأهم النقاط التي تم مناقشتها خلال هذا اليوم، اليوم الثاني لاجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني. ولكن دعنا نوضح لمشاهدينا الكرام ما هو هذا الحوار الوطني الذي يدور داخل أروقة هذه الأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب المنوطة باستضافة هذا الحوار الوطني. الحوار الوطني هو مبادرة من السيد الرئيس دعا إليها خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، والهدف من هذا الحوار الوطني هو تشكيل وإدارة حوار وطني بين كافة القوى والتيارات السياسية لوضع أولوية للعمل للحوار الوطني
في الفترة الزمنية التي نحن بصددها الآن، وهذا هو في إطار الانطلاق إلى الجمهورية الجديدة، خلق مساحات مشتركة. ماذا بعد هذه الجلسات الإجرائية وبعد استكمال تشكيل اللجان الفرعية الذي لم ينتهي خلال هذا اليوم؟ سيتم بدء الحوار الفعلي وسيتم الخروج ببعض البدائل الحقيقية التي تمس المواطن وتحل العديد من المشاكل والقضايا التي وجهت بالفعل من عدد كبير من المواطنين، حيث صرح في وقت سابق أو صرحت الأمانة الفنية في وقت سابق أنه تم استقبال ما يصل إلى 96,532 طلبا ومقترحا من جهات عدة ومن المواطنين عبر الوسائل المختلفة. الكلمة تعود إليك يوسف مرة أخرى. الزميلة سالي سالم مراسلة التلفزيون المصري، شكرا جزيلا لك على تلخيص مشهد اليوم فيما يتعلق بالجلسة الثانية لمجلس أمناء الحوار الوطني والمؤتمر الصحفي الذي تلا هذه الجلسة. شكرا جزيلا لك سالي.